ها حوائج، نعم، الصلاة النارية في قضاء الحوائج. أسانيدها باطلة، ما في صلاة نارية ولا باطلة. سامعي، الصلاة تكون نارية ليه بس؟ قل مثلا خطبة إبليس النارية، معقول يقول كده خطبة إبليس النارية في الجحيم؟ يقف إبليس يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. تلك التي سماها بعض العلماء خطبة إبليس في أهل النار، والعياذ بالله.